عايز حد يقول لي كلام منطقي اطلع اقوله للناس اللي بتتفرج عليا، او بلاش الناس، عايز اطلع اقوله لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لما بنقول كلمة هنا الحمد لله بتبقى مصدقه، لان خلال الفتره اللي فات بقى لنا شهر ونص تقريبا، واللي قبلنا طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن عبد الحميد حسن وكل الناس اللي كانت موجوده كلها، كلمه اللي بتطلع بتبقى كلمه مصدقه. قولوا لي الكلام يا جماعه اللي انا ممكن اقتنع بيه، لو انا اقتنعت هطلع اتكلم فيه. ما حدش بيقول لك حاجه، بيقول لك اصل الشارع اللي جاي يخش يمين وبعد كده خش يمين تاني وبعدين تخش يمين تالت واطلع من اليمين التالت هتلاقي يمين رابع خش منه، هو ده اللي بيتقال. والله اي كلام بيتقال، اي كلام، بدليل التصريح اللي اتقال ده، قال لك سوف نمنع مشاركه النادي الاهلي من البطوله، ما قالش نمنع، قال لك هنسحب ترخيصه، ترخيص النادي الاهلي من البطوله الافريقيه عشان لازم يشترك دوري كاس. طب ما اشترك دوري واشترك كاس، حاجه غريبه جدا وحاجه عجيبه جدا، لكن في النهايه يعني. ولا طيب بالمناسبه برضو واحنا بنتكلم في اطار هذا الموضوع، برضو عيب ان يخرج تصريح من مسؤول في اتحاد او من عضو اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم يتقال فيه ان الاهلي خايف من بيراميدز. بالمناسبه التصريح ده اتقال، ولما اتنفى بعد كده خوفا من اللي هيحصل او من اللي هيتقال، لكن التصريح ده اتقال واتقال وانا متاكد. ولما بقول لحضراتكم ان انا متاكد يبقى انا متاكد لانه شفت وسمعت وعرفت، شفت وسمعت وعرفت. فالتصريح ده اتقال. اهلي ايه اللي يخاف من بيراميدز؟ ما احنا قلناها قبل كده يا جماعه، في فرق كبير بين اهرامات الجيزه واهرامات الصين. انا مش عارف هي الناس بتفكر ازاي. بعدين هو اللي طلع يتكلم ده ومحلل نفسي، يعني محلل نفسي ومحلل، محلل ايه؟ المحلل يعني عايز يتكلم في ايه؟ اهلي مين اللي يخاف من بيراميدز؟ نادي بيراميدز، نادي بيراميدز فوق دماغي، مش قصدي نادي بيراميدز فوق دماغي من فوق، ما عنديش اي مشكله مع نادي بيراميدز، بلاش نادي بيراميدز. ولا النادي الاهلي هيخاف من مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ال 40 دوري اللي خدهم؟ ولا عشان الكام و30 كاس اللي خدهم؟ ولا عشان الثمان بطولات افريقيه اللي خدهم؟ هيخاف من مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان نخسر دوري يعني؟ انا عارف ان جمهور الاهلي دائما هو جمهور طماع في الانتصارات، ولكن كرامة النادي الاهلي وكرامة جمهور النادي الاهلي اهم من اي شيء. فانت بتتكلم في ايه؟ الغريب والعجيب ان انت كنت هنا في النادي الاهلي وتربيت داخل جدران هذا النادي، انا حاجة غريبة جدا. نادي الاهلي يخاف؟ بقالنا كتير ما سمعناش الجملة دي، بقالنا كتير ما فهمناش يعني ايه الجملة دي. نادي الاهلي لا يخاف، لانه النادي الاهلي بيلعب ب 11 لاعب ناشئين، وحصلت قبل كده. الناشئين دول لما لعبوا وكسبوا كانوا ايه؟ كانوا خايفين من الزمالك ساعتها؟ اهو بلاش بيراميدز، خلينا نتكلم في الزمالك، كانوا خايفين من الزمالك ساعتها؟ للاسف الشديد زي ما بقول لحضراتكم، وانا بقى اكرر الكلام ده مليون مره، احنا عندنا هنا في اتحاد كره القدم ناس مسؤوله، هي ناس مسؤوله في اتحاد كره القدم ولكنها غير مسؤوله عن تصريحاتها. مسؤوله في اتحاد كره القدم ولكنها غير مسؤوله عن تصريحاتها، لان الكلام اللي بيتقال ده يعني انا بصراحه ما بشوفوش، اول مره في حياتي اشوف كلام زي ده، اول مره في حياتي اشوف تصريحات زي دي تخص النادي الاهلي. النادي الاهلي يخف؟ ده فين ده؟ مع مين؟ مع الصفاقسي كنا خايفين؟ مع النجم الساحلي كنا خايفين؟ مع الترجي كنا خايفين؟ مع عد لحضراتكم قد ايه؟ ايه يا جماعه الكلام؟ كلام غريب جدا 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 يعني. طيب كان لازم اوضح لحضراتكم هو لماذا امبارح البيان بتاع النادي الاهلي طلع بهذا الشكل، طلع بهذا الشكل. ناس تقول لك انسحب، انسحب ايه؟ النادي الاهلي بعد بيان بيقول فيه، او اصدر قرارات او بيان من مجلس اداره النادي الاهلي بيقول فيه ايه؟ ما جابش فيه سيره انسحاب، قال لك انا ملتزم بالجدول اللي جاي ليوم كذا وهلعب يوم 28 فبراير مع نادي بيراميدز ولكن في الدوري وليس في الكاس بناء على الجدول اللي جاي لي. عايزين تاجلوا الماتش، انتوا حرين اجلوه.
بس اعرف اسباب التاجيل ايه. هو ده اللي قال، هو ده البيان بتاع النادي الاهلي. وطبعا هيتبعت لاتحاد كره القدم ونشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. مفيش اي مشكله خالص. فزي ما دايما بقول لحضراتكم، مش عايز حضراتكم تقلقوا من حاجه، لانه دايما النادي الاهلي ومجلس ادارته بيحافظ على جمهوره وبيحافظ على حقوقه قبل اي حاجه، قبل اي شيء اخر. احنا ولا عايزين نعند مع حد، او انا مش بتكلم باسم مجلس الاداره، ولكن انا بتكلم بشكل عام. عمري ما شفت ان مجلس اداره النادي الاهلي عايز يعند مع حد، بالعكس النادي الاهلي عفوا ومجلس ادارته دايما بيشوفوا المصلحه العامه فين والمصلحه العليا للبلد فين، وبيحاول يعملها بما يتناسب مع مصلحه النادي الاهلي طبعا.